معركة رئاسة تحدد الاصطفافات. اتحاد نقابة موظفي المصارف لضرورة إقرار الكابيتال كنترول هذا الشهر. والدة هادي مطر زار لبنان في العام 2018 وعاد انطوائيا. إيران ترد ليلا على النص الأوروبي بشأن النووي ولديها خطة بديلة. أهلا بكم في نشرة الأخبار من صوت لبنان. يضيق الوقت أمام المهل في الترسيم والرئاسة والإصلاح، وهي معرضة للتعديل أو التجاوز في نهج سلطوي بات معروفاً. مهلة مطلع أيلول الترسيمية التي تنتظر هوكستين استبقتها إسرائيل بضربات جوية في سوريا انطلاقاً من لبنان، مهلة آخر الشهر إذاناً بفتح الملف الرئاسي على مصراعيه استبقها الأفرقاء بالتأهب وإلقاء كل بدلوه في المواصفات والترشيحات من دون إزاحة غيمة الفراغ. أما الإصلاح فالسلطة تجاوزته منذ زمن وسقطت كل المهل في الموازنة والكابيتال كنترول وإعادة هيكلة المصارف وكل القوانين الإصلاحية. وأمام سقوط السلطة والشلل المستمر، حل عيد انتقال السيد العذراء ليجد فيه اللبنانيون فرصة للتضرع، علّه يستفيق أهل السلطة من سباتهم وفسادهم. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قال في عظة القداس: فليكن عيد انتقال السيد العذراء دعوة لكل إنسان كي يرتفع من أسر أهوائه ومصالحه الشخصية والفئوية إلى قمم الروح. أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه ينظر بإيجابية إلى الاجتماعات التي تعقد في مجلس النواب بين السياديين، وقال: اللهم أن نصل إلى اسم جديد بعيدا عن كل الأسماء السابقة والآخرون لديهم إيديولوجيات وعقيدة خاصة بهم، فكيف لنا التفاهم معهم؟ وأضاف أن كل دعوة ترمي إلى أن نتفاهم مع محور الممانعة على الرئيس مرفوضة، وبالتالي أن يكون للمحور صلة ما بالرئيس القادم والحكومات القادمة يعني على ما يقول السيد حسن تخبزه بالأفراح. وتابع أن وليد جملاط لم يصبح في حضن حزب الله، وهو لم يكن يوما في حضن أحد، وعلاقتنا معه مستمرة، ومقاربة حزب القوات في الموضوع رئاسة الجمهورية معروفة. العهد يستثمر في آخر أيامه بملف النازحين السوريين الذي حضر في محادثات وزير المهجرين عصام شرف الدين مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، الذي أكد أن الأبواب مفتوحة ومشرعة لعودة النازحين السوريين والدولة جاهزة لتقديم كل ما يحتاجونه بدءا من النقل والطبابة والتعليم. نتابع النشرة فيها بعد قليل. السياحة الدينية في الجنوب. عودة لمتابعة النشرة. استنكر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الاعتداء على العاملين في فيدرال بنك وفي المصارف كافة، وطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم الاستمرار في المماطلة وإقرار قانون الكابيتال كنترول في خلال الشهر الحالي من أجل تنظيم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه المرحلة التي تحتاج إلى قوانين استثنائية تسهم في طمأنة المودعين على مصير أموالهم. وأكد رفضه لما ورد في خطة التعافي الاقتصادية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال والتي حملت المودعين والمصارف القسم الأكبر من الخسائر، وطالب مجلس الاتحاد المجلس النيابي الإسراع في تخطي الاستحقاقات الوطنية من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى معالجة الانهيار المالي بواقعية
وتنهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي بتوقيع اتفاقية تراعي ظروف اللبنانيين الحياتية. حركة سياحية ناشطة في المعالم الدينية في مغدوشة وجزين والجنوب اللبناني ورفع تماثيل السيدة العذراء في عيدها. تعتبر منطقة صيدا وشرقها وجزين ومغدوشي والجنوب اللبناني غنية بمعالمها الدينية المسيحية، خاصة التي تستقطب آلاف الزوار والوفود السياحية من مختلف المناطق اللبنانية وأخرى أجنبية، وتكتسب بعض هذه المعالم أهمية تاريخية كبيرة، ومنها ما تحول إلى مزار وأبرزها سيدة المنطرة في مغدوشي. ومع الاحتفالات التي انطلقت اليوم بعيد سيدة الانتقال، كان مزار سيدة المنطرة يعج بالزائرين والمؤمنين. راعي أبرزية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران إلي حداد أكد لصوت لبنان بأن التقوى المريمية والشعبية والحج الديني مميز في هذه المنطقة وجوارها. هالأيام التقوى المريمية زايدة وتقوى الشعبية كمان زايدة بالحج الديني المسيحي بالمنطقة عندنا بصيدا، إن كان بمزار مغدوشي سيدة المنطرة أو مزار مار يوحنا بكرخة أو بالكنايس تبعنا بصيدا وبشرق صيدا وبالجبل وبجزين، وبنشوف امبارح تمثال العذراء مريم يلي ارتفع بكوكبة. كل هيدي مظاهر بتقول إنه الإنسان اللبناني هو مؤمن بشفاعة العذراء مريم، كيف لا، وإنه البابا وبتت البطرك كرسوا لبنان لقلب مريم. من جهته النائب ميشيل موسى ابن بلدة مغدوشي تمنى عبر صوت لبنان بهذا اليوم المبارك أن يتكاتف جميع اللبنانيين من أجل إنقاذ لبنان. نتمنى حقيقة بمناسبة هالعيد أنه تقرب القلوب لبعضها وتمتد الأيادي لبعض من أجل إنقاذ لبنان. يعني مناسبة تنقول أنه المطلوب اليوم لكل اللبنانيين أنه يتكاتفوا ويتضامنوا ويعملوا من أجل مصلحة بلدهم بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها. أما المسؤول عن مزار سيدة المنطرة الأب سمير نهرة فوصف هذا المزار بالمزار العالمي. مزار السيدة المنطرة هو مزار سياحي ومزار ديني ومزار عالمي سياحي عالمي. لما نعلم بهالطريقة هيدي صار طبعا السياحة عم تجينا من كل أصقاع العالم من غير لبنان، وكانوا يجوا من الدول العربية لما كانت الأوضاع سهلة إنه يتنقلوا بوسائل النقل، إنما اليوم صاروا عم يجونا أكثر من دول العالم خاصة أوروبا وبالأخص أوروبا الشرقية. إلى ذلك أحيت بلدة الكفور في النبطية هذا العيد بتكريس تمثال العذراء على مدخل البلدة، كما احتفلت بلدة كوكبة الجنوبية برفع تمثال ضخم لسيدة حرمون الذي يزن 4 أطنان على برج أعلى تلة فيها المواجهة لجبل حرمون. من الجنوب رئيف الملاح، صوت لبنان. أهلا بهالطالي في طرابلس احتضنت إعلاميي لبنان الذين جالوا في أسواقها ومراكزها السياحية. تحت شعار الحلا كله عنا ومن ضمن إحياء الموسم السياحي أهلا بهالطلة، استضافت مدينة طرابلس في رحابها اليوم وفد من إعلاميي وإعلاميات ممثلين عن الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة في لبنان، حيث كانت جولة لهم بدأت في أرجاء معرض رشيد كرامي الدولي، تولى خلالها المهندس المعمار وسيم ناغي إعطاء نبذة عن المعرض وأهميته. بعدها انتقل الوفد إلى المدينة القديمة بأسواقها الداخلية وحماماتها وخاناتها، حيث زميل بيير باي رأى بأن طرابلس تستحق الأفضل. طرابلس اليوم لطالما كان طرابلس مدينة إذا سنقول متروكة أو مهملة بكل العهود السابقة، يعني حتى نشوف كثير ثروات وفي كثير زعماء وفي كثير شخصيات من طرابلس اجوا من طرابلس على سدة المسؤولية ما أعطوا هذه المدينة. أعتقد اليوم أنه نضوي على هذه المراكز الأثرية ونضوي على طرابلس القديمة، طرابلس الحلوة، طرابلس الأسواق والقلعة أو طرابلس الشعب الطيب، هذا شيء كتير مهم. الزميلة دينا رمضان مديرة الأخبار في تلفزيون لبنان قالت بالتأكيد لا، هذه زيارات متكررة لطرابلس، يعني الكلام التقليدي القلب على الشمال وطرابلس بالشمال، هيدي طرابلس المدينة العزيزة اللي نحن فخورين انه هلا بإطار برنامج أهلا بهالطلة برعاية مشتركة مع أبناء المدينة وجمعياتها يكون في إضاءة عليها، لأنه هيدي المدينة تستحق انه تشوف
أشياء حلوة ويهتموا فيها سياحياً وثقافياً وإعمارياً وبيئياً وتكون خارطة سياحية لكتير مناسبة. طرابلس بأثارها وتراثها لا تحتاج إلى يوم سياحي، إنما إلى عناية الدولة واهتمامها لتغدو العاصمة الثانية للبنان. من طرابلس روع رفاعي، صوت لبنان. حياتياً لأزمة غاز والمادة متوفرة في الأسواق حسب ما أكد لصوت لبنان أمين سر نقابة موزعي الغاز بالمفرق والجملة جان حاتم. حد طمن المواطن إنه الغاز متوفر، بواخر الغاز عم تجي تباعاً وما في تسكيل للشراك ولا للموزعين. في بس بعض الإشاعات وأقاويل الغير مسؤولة اللي هو المواطن بغني عنا، يعني بقضي يعني بهدلات وأزمات. اللي صار انه شيء ظرفي مؤقت. نهار الجمعة طلع جدول الوزارة، نحن كنا متوقعينه بس ما كان منصف بالنسبة لتقلبات سعر الصرف. هي مكسرين الوزارة سعر الصرف الدولار على 30,750، هو كان الدولار 32,000. هلأ الجدول هو كله بيطلع بالدولار، يعني من شركات المستوردة لحدية الدكانجي، الدكانجي كمان المفروض يطلع بالدولار. هلأ وتطلعت انه هي على 312,000 الأمينة، إذا افترضنا 10 دولار عم توقف عليه تقريبا ب 320,000، إنه بيخدها ب 320,000 ببيعها 312. فعم تنع الدكانجي ماش استلم لأنه ما في بيع، ونحن عم نأمن السوق، نحن عم نساعد كمان الدكانجي كمان إنه نحن كمان تحملنا بعض الخسائر يعني، ومع الدكانجي تنقدر نأمن هالسلعة. بس ثابت إنه يوم عطلة، ونهار السبت نحن وزعنا طبيعي سنية، ونهار الجمعة كمان وزعنا كمان تما نقطع السلعة حيوية على المواطن. فنحن منطمن المواطن إنه عبكرة كمان في جدول جديد رح يطلع رح يكون منصف للكل. فنحن منطمن المواطن إنه ما في أزمة، وعبكرة الله راد كل الموزعين رح ينزلوا ونطين الجدول اللي يطلع من وزارة الطاقة ويكون منصف لكل المواطنين. إثر عمليات إطلاق نار عشوائي متكررة في ببنين العكارية، دهمت قوة من مكتب مخابرات الشمال في الجيش عددا من المنازل وأوقفت مطلوبين بجرائم سلب وإطلاق نار وضبطت بحوزتهما بندقية حربية وذخيرة، وتمت إحالتهما إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهما. تتواصل التحقيقات في الولايات المتحدة مع هادي مطر طاعا الكاتب سلمان رشدي لمعرفة ما إذا كان عمله فرديا أو مخططا ومدعوما من جهات أخرى. وكشفت سيلفانا فردوس والدة هادي مطر عن زيارة قام بها إلى لبنان في العام 2018، ولاحظت في حديث إلى صحيفة الديلي ميل البريطانية أنه عاد متعصبا دينيا وانطوائيا إلى درجة أنه انتقدها لعدم تنشئة إسلامية صارمة، وإذ نفت الخارجية الإيرانية أي علاقة بمنفذ عملية الطعن، كشفت معلومات استخباراتية جديدة أن المتهم بمحاولة الاغتيال كان على تواصل مع الحرس الثوري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لما أفاد به موقع فيس. قتلت السيدة ميليتا فضل الله وصديقتها إيمي الحزوري نتيجة إطلاق نار في جنوب غرب سيدني عندما استهدفتا من قبل مجهولين بحوالي 16 طلقة نارية بينما كانتا داخل سيارة رباعية الدفع. وذكرت وسائل إعلام محلية أن فضل الله كانت مستهدفة بهذه العملية بسبب ارتباطها بشخصية وصفتها بالإجرامية العالمية، ويعتقد أن قتلها أتى انتقاماً من هذه الشخصية. في سياق آخر، غردت المؤسسة العسكرية عبر حسابها على تويتر مهنئة منتخب الجيش اللبناني في ألعاب القوى للرجال بعد تتويجه بطل لبنان للعام 2022. نتابع النشرة وفيها بعد قليل. مسيرات على قاعدة التنف الأمريكية.
أهلا بكم من جديد. من فوق الأراضي اللبنانية استهدفت غارات إسرائيلية جنوب طرطوس ما أدى إلى مقتل 3 جنود وجرح عدد آخر. وأفاد المرصد السوري بأن القصف الجوي استهدف شحنة صواريخ في موقع عسكري في طرطوس فور إخراجها لنقلها إلى حزب الله، لكنها لم تدمر بالكامل، فيما لفتت مصادر أخرى إلى أن إسرائيل استهدفت ضابطا إيرانيا وآخر سوريا أشرف على عملية نقل الصواريخ. سخونة أمنية لافتة برزت مع إعلان التحالف الدولي عن إحباط هجمات من طائرات مسيرة بمنطقة التنف السورية، وصدر بيان للجيش الأمريكي أعلن أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً عسكرياً أمريكياً بمنطقة التنف عند الحدود السورية العراقية ولم تقع إصابات أو أضرار. أعلنت الداخلية الأوكرانية أن روسيا نفذت 300 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا منذ بدء الحرب. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الدوما أن كييف غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها دون المساعدة الأمريكية والأوروبية. الخارجية الإيرانية أعلنت أن المشاورات بشأن مسودة الاتفاق النووي جارية، مؤكدة إحراز تقدم، وقالت إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق إذا تم احترام الخطوط الحمراء. ونقلت وكالة فارس عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن إيران لديها خطة بديلة إذا أخفقت المحادثات النووية في إحياء الاتفاق النووي، وأضاف أن بلاده سترد على نص الاتحاد الأوروبي منتصف ليل اليوم، وإذ لمح إلى فشل المباحثات وقال إنها لن تكون نهاية العالم. في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الصينية أن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي لتايوان خرق لسيادة بكين، أعلن الجيش الصيني إجراء مناورات اليوم قرب تايوان لتشكيل رادع جدي للخدع السياسية التي تقوم بها واشنطن. وكما قال إلى صفحة رياضية مع رومان طنوس. بداية أخبارنا الرياضية ببطولة كأس التحدي، تأهل فريق الصفاء إلى نهائي البطولة بعد فوزه على السلام زغرتا بنتيجة 2-0 بمباراة دور نصف نهائي على ملعب طرابلس البلدي، ورح يلتقي الصفاء بنهائي البطولة مع الفائز بين الحكمة والإخاء الأهلي علي. أما بالدور نصف نهائي لكأس النخبة بكرة القدم، فاز العهد على التضامن صور 2-1، كما وفاز فريق الأنصار على شباب الساحل 3-0. ننتقل للدوري الإسباني لكرة القدم، حقق فريق ريال سوسيداد الفوز على كاديز 1-0. أما بالدوري الإنجليزي الممتاز، تعادل فريق تشيلسي مع توتنهام بنتيجة 2-2، وحقق فريق نوتنغهام فورست الفوز على وست هام يونايتد بنتيجة 1-0. أما بالدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على فولكسبورغ بنتيجة 2-0، كما تعادل 0-0 ماينز ويونيون برلين. إلى ذلك، وبالدوري الفرنسي لكرة القدم الليج 1، تعادل فريق نيس مع ستراسبورغ بنتيجة 1-1. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو اليوم صافي بأغلب الأحيان، درجة الحرارة القصوى 30، الرياح غربية الجنوبية بسرعة بتتراوح من 10 إلى 15 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة 62%. بكرة الطقس رح يكون مشمس إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة على 30 درجة أقصاها و 26 درجة أدناها. الأربعاء والخميس الطقس رح يكون مماثل مع استقرار بدرجات الحرارة على 30 أيضا كحد أقصى و 26 كحد أدنى. نوصل للجمعة والجو رح يكون مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لتتراوح بين 27 و 31 درجة. النشرة انتهت. تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.